بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هديتي للعرائس والمقبلات على الزواج هذه الخلطة الصابونية، من أقوى الخلطات الصابونية عندي، لتبييض الجسم في أسبوع واحد فقط، تنعيمه وكذا تعطيره. الخلطة الصابونية هذه رائعة، أتمنى من كل المقبلات على الزواج والعرائس يجربوها. المكونات لدينا صابونة دوف، استخدمي أي نوع من صابونة دوف، سواء دوف بالخيار أو أي نوع تفضلينه. لدينا كذلك ورد مجفف، استخدمي أي نوع ورد مجفف تحبينه أنت. ملعقة طعام كبيرة من ملح البحر، ولدينا مبشور حبة ليمون كبيرة الحجم، صودا الخبز، كذلك لدينا 2 ملاعق شاي من بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز، وكذلك لدينا 2 ملاعق شاي من مطحون بودرة الأرز. هذه هي المكونات للخلطة الصابونية هديتي للعرائس. أولا نقوم ببشر الصابونة، نبشر صابونة دوف، نبشر كل الصابونة، أفضل استخدام صابونة دوف بالنسبة لهذه الخلطة للعرائس. بقية المشتركات والمتابعات يمكنكن استخدام أي نوع صابون تفضلونه. بعدما نبشر كل الصابونة نضيف عليها، قلت مبشور حبة ليمون كبيرة الحجم، أي نوع ليمون متوفر يمكن إضافته. هنا ملعقة طعام كبيرة من ملح البحر، له فوائد كبيرة جدا للجسم، حيث أنه يقشر البشرة، ينعم البشرة. طبعا بشرة الجسم هذه الخلطة الصابونية فقط للجسم، تزيل السموم، تنقي بشرة جسمك، توازن الزيوت وتحد منها، مناسبة جدا لمن تعاني من الحبوب في جسمها، تساعد جدا في التخلص من البقع والآثار، آثار الحبوب في الجسم، تقدم المعادن الضرورية التي تحتاجها البشرة، لأن ملح البحر له فيه معادن جدا رائعة يحتويها، مثل الكالسيوم الذي ينظف المسامات بعمق، والمغنيسيوم وغيرها من المعادن الهامة لبشرة جسم جميلة. كذلك نأخذ 2 ملاعق شاي من بودرة الأرز، 2 ملاعق شاي، ونضيف 2 ملاعق شاي من صودا الخبز، صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم، والورد المجفف أنا أضيف حوالي 2 ملاعق طعام كبيرة من الورد المجفف، رائحته جميلة جدا، ولكن يجب أن تكون الأوراق نوعا ما تكون مطحونة بهذا الشكل. نضيفها هكذا، اطحنيها فقط بين الأصابع حوالي 2 ملاعق طعام كبيرة، ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، نتحصل على أروع وأقوى خلطة صابونية لتبييض وتنعيم وإعطاء الرائحة، يعني تعطير جسم العروس.
نمزج جيدا حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض. ثم نملأ أي برطمان بهذا الشكل. طريقة استخدام هذه الخلطة الصابونية: عند كل استحمام خذي ملعقة طعام كبيرة من هذه الخلطة، امزجيها بأربعة ملاعق طعام كبيرة من ماء الورد، اتركيها حوالي 5 إلى 10 دقائق حتى يذوب ملح البحر والصابون وتنسجم كل المكونات مع بعضها، وبعدها قومي بتدليك كل جسمك بهذه الخلطة الصابونية لحوالي 5 إلى 10 دقائق، ثم اشطفي جسمك وكملي حمامك بطريقتك العادية وحمام الهنا. وألف مبروك لكل العرائس، أدام الله عليهم الهناء والفرح والعاقبة لبقية البنات. وإن شاء الله تكون هذه الوصفة الصابونية عجبتكم ونالت رضاكم. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.